كان انا مغرى البلد والقاف كان هنا وعمالين نسلك لنا بتاع 3 ساعات البلد بايظة خالص وغرقانة البلد العزبة غرقت وغرق جامد يعني غرق ازود من اللازم والموضوع بيتكرر مرة واثنين وثلاثة يعني مش أول مرة وبقى تلف البلد البلد بقى تلف يعني في عزبة الحجارة. بالنسبة للمشكلة التانية هنا دي مشكلة بتتكرر على طول يعني باستمرار وبنعمل شكاوى وبنعمل مفيش فايدة مفيش حد من المسؤولين راضي يسأل فينا ولا حد راضي يبص لنا احنا متهمشين مش عارفين نعمل ايه مفيش فايدة في المسؤولين ولا فيش فايدة في البلد ولا في سبحان الله يعني حد يسأل فينا يا جماعة احنا كل مرة المشكلة دي بتتكرر الباين ميتة بتجي في تلهنا وتسد تلهنا وتعوم البيوت واحنا مش عارفين نعمل ايه هنا في عزبة الحجارة والبحر ده اسمه تلهنا وطبعا كل فترة كل كام شهر 6 أشهر 7 أشهر تلاقي عيل من العيال يسقط في تلهنا وبالتالي بيموت وطبعا ما فيش أي ناس من المسؤولين بنبلغ وعشان حد يجي يحاول حتى يكسلنا تلهنا دي أو البحر ده ما فيش أي نظام بيستجيب لينا وطبعا البحر زي ما انتم شايفين حضراتكم غرقان وغير عاير على البيوت مش لاقيين أي تصرف خالص في المشكلة دي وطالبين من المسؤولين يتصرفوا في الموضوع ده. دي عاملانا رعب قدام البيوت رعب بتاخد كل سنه عيل واثنين وثلاثه يعني على طول صور يا عم على طول كده بتاخد العيال يعني عاملانا رعب قدام البيوت بصراحه مش عارفين نعيش خالص يعني. كل ما عيل يغيب بنبقى هنتجنن على كده وغرقان وقرف وزي ما انت شايف كده قرف قدام البيوت.